نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت فيسبوك يعدل نظام الإعلانات قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة. جاء في تفاصيل الخبر، قال مدير التكنولوجيا في فيسبوك إن الشركة بدأت بتعديل طريقة تعاملها مع الإعلانات السياسية على منصتها، وقد تدخل بعض التغييرات قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في العام المقبل. وتشكل انتخابات الكونغرس والولايات المتحدة تحدي لفيسبوك وشركات أخرى لوسائل التواصل الاجتماعي لتحسين التصدي لذلك النوع من التدخل في الانتخابات. ونطالع مشاهدينا من صحيفة النهار اللبنانية، جوجل ميني يتجسس على مستخدميه. يبدو أن مساعد صوت جوجل الجديد جوجل ميني يتجسس على بعض مستخدميه بسبب مشكلة فانتوم، هذا الجهاز الذي تم تصميمه للرد على أسئلتك، ولكن بعد أن تقول حسنا جوجل أو بالضغط على الاستمرار مع الاستمرار على اللوحة التي تعمل باللمس، فقد تم العثور في النموذج المفرج عنه مبكرا على أن خاصية تسجيل صوت تبقى مفعلة طوال الوقت دون أن يدرك الشخص ذلك. ختاما مشاهدينا من صحيفة الوئام السعودية التي جاء فيها مايكروسوفت تعلن رسميا وفاة نظام ويندوز فون، حيث قررت شركة مايكروسوفت الاستسلام في سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، إذ أعلنت أن نظام ويندوز فون لن يحصل بعد الآن على أي مزايا جديدة ولن تطلق أي هواتف جديدة تعمل به. وجاء ذلك على لسان نائب رئيس الشركة لشؤون ويندوز 10 الذي نشر تغريدات عبر موقع تويتر أعلن فيها رسميا أن مايكروسوفت سوف تركز في المرحلة المقبلة على دعم المنصة بإصلاحات الثغرات والتحديثات الأمنية فقط.